أنا يا علا كان عندي ماضي سحيق، كان خطبني واحد اسمه هيثم بتاع اللبن، كان حتة واحد قد الصرصار كده وعنده بيوزع يعني أزايز للبيوت، بقى عنده محل والمحل بقى معمل والمعمل بقى شركة لبن بحالها، وبقى يعمل إعلانات الجربان ويقعدوا البنات يترقصوا له كده في الإعلان بتاع اللبن. آه صدقي أنا نفسي ندمت ندم عمري لما دلقت تامر، ده تامر بتاع الفرن بتاع الحلويات اللي في آخر شارعنا. آه والله بعدها ربنا فتح عليه بقى عنده مصنع كرواسون، وهو ومراته بيروحوا يصيفوا كل سنه في اسبانيا كل سنه. ايوه يا اختي حاجه تفرس. ولا رغده المعفنه المامله اللي كانت تشتغل بالمستشفى اللي جنبينا، حبت الولا لؤي النجار، ما حصلش حتى نجار، كان بدق مسامير على اول الشارع، بقى عنده محل والمحل بقى معمل والمعمل بقى ورشه. يا لهوي بقى يا اختي بيصدر الانتريهات واوض النوم لبلاد بره. والمعفنه لما احتهدك النهار ركبه عربيه 16. يا عربيه 16 دي 4x4 يا هبله الكبيره دي، انا عارفاها. ولا الخاتم يا علا، حته خاتم في ايديها قد البرتقاله، زغل العنايه، بقت الناس تقول لها اتفضلي يا ست الكل، اتفضلي يا مدام، وفرش لها الارض قبل كاش بالتلمخه الشبه. يعني تفتكروا بقى المواضيع دي بتنفع؟ يعني بتنفع جتك خيبه طبعا. امال انت مفكره جوازه الدكاتره والمهندسين دي بتاكل عيش؟ يا خرابي، 5 في الشهر تلاقيهم ماسكين طابور كده بيغنوا عشان عليك يا رب. امال انت مفكره ايه؟ يعني فكركم ان انا اسمع كلام بابا وماما واجربه شويه اجربه؟ طبعا سيبك من الفقره، سيبك من الفقر، ده حتى الحكومه يا هبله بقت كل اعمالها تجاره، رجال اعمال، مصانع، شركات. انت هتبقي احسن ولا انصح من الحكومه؟ اه جتنا داهيه في حظنا الهباب، منك لله يا مرسي. طب هفكر فيها بس لما ابقى اروح، يعني مش دلوقتي حالا لحسن خلقي. مش لما تبقي تروحي؟ طيب اه احسن برضو، فكري لما تروحي. مدام سندس انا فجاه افتكرت مشوار مهم خالص. اه خدي لي اذن والنبي. مشوار ايه اللي انت يا نهى رايحه في مشوار ايه؟ مشوار يا بنت ايه؟ بقولك ايه، خدي لي اذن انا اكمل. يلا يا بنت الايه يا نهى، يا صفرا اشكو اليك. امشي بقى ماشي. عمارتي بتعملي ايه هنا؟ ما عندكيش دم خالص كده؟ مفيش دم خالص كده؟ الله، هو انت مش خاسرة فطي، عاوزة منه ايه تاني؟ يا سلام، يا بردة يا تلمة يا غلسة، مفيش كرامة خالص كده. تعرفيه منين اصلا؟ تعرفيه منين؟ تعرفي يا حبيبتي ومنه ما يجراش حاجة. وايه؟ انت بتعمل ايه هنا؟ حضرتك تقصديني انا؟ كأصدقاء يعني ولا كايه؟ اها ازيك يا دكتورة؟ اهلا. وائل كويس انك هنا، يعني عشان انا سيبك من دي، انا كنت عايزاك، يعني كنت عايزين نكمل الموضوع اللي احنا كنا ابتديناه، فاكر انا ما كنتش لسه اديت رايي يعني. لا مش فاضي خالص يا دكتورة، عندي جولة لازم اقوم بيها. جولتك حول الامبراطورية بتاعت الزبالة؟ مقالب الزبالة؟ لا 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 لا، انا رايح محلات الذهب. اصلي عقبال عندك خطبت الباش مهندسة نسرين، جارتكم اللي فوق نسرين كوكو. يلا يا روحي تعالي، من فضلك طريق، من فضلك طريق لو سمحتي. الله يبارك فيك يا حياتي، ده